بعد انتهاء الإجازة يتوجب على الموظف تقديم المباشرة من الإجازة. لتقديم الطلب على النظام نقوم بالذهاب إلى المباشرة بعد الإجازة، تظهر لنا صفحة المباشرة، نقوم بالضغط على زر إضافة في أعلى الجدول، سيظهر لنا النموذج الخاص بالمباشرة، نقوم باختيار الإجازة في تاريخ آخر إجازة، في تاريخ المباشرة سيظهر تلقائيا تاريخ اليوم، في الملاحظات بإمكانك إضافة أي ملاحظات ترغب في إضافتها، بعد ذلك نقوم بالضغط على زر التطبيق، سيرجع إلى نفس صفحة المباشرة، سيظهر لنا بيانات المباشرة التي قمنا بإضافتها، نقوم باختيارها، ومن ثم الضغط على زر التالي، ستظهر لنا صفحة المراجعة والمعتمدون، بعد ذلك نقوم بالضغط على زر التنفيذ لتقديم الطلب للاعتماد. بعد اعتماد طلب المباشرة سيوصلك تبليغ باعتماد طلب المباشرة. كما تشاهد تم اعتماد طلب المباشرة لهذا التاريخ، هذا التبليغ، نقوم بضغط موافق لإغلاق التبليغ.